أهلا يا أطفال، في حصتكم المفضلة عمو يزيد راح يتطرق ليوم عالمي مهم جدا معكم، هو اليوم العالمي للاجئين. أبيكم يا أطفال، في العالم كاين ناس ما عندهمش مأوى، لاجئين. والشاطر يعطينا الحل، حكايات فيها عبرة حكمة. يمشي تحكيكم عن حياة شهيدة فضيلة سعدان. أبو يزيد راح يغني لكم أغنية يقول فيها: بذلنا جهدا ودرسنا لم تكن أياما سهلة، بذلنا جهدا ودرسنا لم تكن أياما سهلة، وفقنا الله ونجحنا وها نحن اليوم في عطلة. أصدقائنا اللي لم يشوفوا فينا يقدروا يجوا يحضروا معنا كما جيتوا انتم حضرتوا بالمشاركة عبر موقع الانترنت عمويزيد.com، بالضبط على الزرار آراء وملاحظات باش نقرأوا رسائل تاعكم. استنونا في الأسبوع المقبل نفس القناة نفس التوقيت. سلام. فبها نحن مسرورين، جاءت العطلة، وكم بنجاحنا فرحانين، بذلنا جهدا ودرسنا لم تكن أياما سهلة، وفقنا الله ونجحنا وها نحن اليوم في عطلة. عيد ميلادك أحلى عيد، تحب تحتفل بعيد ميلادك في حصة عمو يزيد؟ إذا أجمع 5 قسيمات من علب حليب رامي، ضعها في ظرف وارسلها على العنوان التالي: أجمل هدايا يهدول، هيا نصفق ونغني، تعالوا هلموا إلينا الضفوع عمو يزيد.